هلا زي ما هو مهم اني يعني انا استعمل السيميليشن وعم استعمل السيميليشن واطلع منها ريزلتس، ايش لازم اكون فاهم؟ انه هاي السيميليشن لها ليميتيشنز، اوكي؟ فيها ليميتيشنز، ما بقدر تعطيني كل شيء 100%. شفنا المثال اللي حكيناه قبل شوي اللي هو الانبوت داتا، اذا انا الانبوت داتا حطيت الانكوركت انبوت داتا. احد الاشياء لازم ننتبه عليها، ممكن البارامترز اللي حطيناها ما تكون تول ريبريزنتيف، يعني مثلا متذكرين حطينا فيرست اوردر او ثيرد اوردر سيستم، حتى اذا السيستم صحيح اذا انا متذكر صحيح كان عندنا 1 اس بلس 1 مثلا، يعني قديش تاو هون؟ قديش التايم هون؟ هون؟ 1 اذا هون تاو 1 بتساوي 1 سكند، 1 على 3 اس بلس 1 اذا تاو 2 بتساوي 3 سكندز، وبعدين هون عندنا 1 على 5 اس بلس 1، وطبعا هون عندنا الانبوت داتا او الانبوت سيجنال كنا مختارين اظن ستيب فانكشن، وهون عندي تاو 3 بتساوي 5 سكندز. هلا انت مفترض انه السيستم الحقيقي له تايم كونستنت 1 هون و3 هون و5 هون، وشغلك صحيح لو هذا صحيح، بس ايش بكون لو السيستم هذا الاصلي ما كان هذا 1 كان نص او 8 من 10 او هذا البارامتر ما كانش 3 مثلا، او السيستم اصلا انت مفترض له ثيرد اوردر وهو كان مثلا سكند اوردر. اذا البارامترز اللي هون مهم اني اعرف ان البارامترز او لو تغيرت بعدين البارامترز، يعني ممكن انا حطيت بارامترز وبعد شهر شهرين تغيرت، يعني هذا ممكن مشكله ثانيه. اور اف بارامترز بارامتر فاليوز تشينج وذ تايم، اوكي؟ ممكن هذول يتغيروا مع الزمن، ممكن يكون في عندي خطا، بدل ما يكون واحد مثلا يكون 0.8 او هذا يكون 2.3 او 2.7، اوكي؟ هاي احد مشاكلي. بعدين احيانا موديل او ماثماتيكال موديل، ايش الماثماتيكال موديل؟ الماثماتيكال موديل هو الموديل اللي بحاول يمثل السيستم الحقيقي اللي انا بنيته. هذا الماثماتيكال موديل مايت بي missing some features of the real life system. فممكن هذا الماثماتيكال موديل اللي انا حطيته ما يكون ما يمثل كل المشاكل، مثلا ممكن ما يمثل مثلا does not include non-linearity. هاي طبعا. او ممكن جزء من السيستم الحقيقي مش موجود في الماثماتيكال موديل، في الماثماتيكال موديل كمان عندنا السيميليشن. السيميليشن ما بعطيني اوبتيمم سوليوشن، ما بقدر اوصل لاوبتيمم سوليوشن، بعطيني اوتبوت. بدخل انبوت وبعطيني اوتبوت، بس السيميليشن does not provide ايش يعني اوبتيمم؟ الامثل ما بعطيني الريسبونس الامثل او الحل الامثل. Does not provide an solution. كمان simulation takes time. مرات السيميليشن طبعا السيستمز اللي انتم عملتوها في اللاب كانت بسيطه، بس لو عندي سيستم معقد يمكن ياخذ ساعات حتى يعمل رانينج. بشغل السيستم وبتركه ببدا يشتغل يمكن ياخذ ساعتين او ثلاثه مثلا حتى يعطيني سيميليشن او يعطيني الهاي. هذا احيانا مكلف، واحيانا سيميليشن ريكوايرز هاي بروسيسنج باور. اذا السيستم معقد جدا هاي كمبيوتر بروسيسنج and speed. لذلك احيانا بعض simulations بيحتاجوا لسوبر كمبيوترز. بتسمعوا السوبر كمبيوترز؟ اوكي. لانه احيانا انا ما بقدر بقدرش يعني بدي بروسيسر قوي جدا حتى يقدر يعمل simulation. هلا بعض احيانا كمان عندنا مشكله بالراندوم ايفنتس difficulty with، رغم انه هاي لها حلول طبعا. Simulating randomness.
راندوم ايفنتس. في اشياء ما بقدر اتنبا فيها، صعب اني اتنبا بتسونامي او زلزال. قد ما يكون عندي سترونج سيميليتنج باور مش بسهوله اني اتنبا ببعض راندوم ايفنتس. السيميليتنج راح احطهم بين قوسين بريدكتنج. بريدكتنج راندوم ايفنتس. اوكي.